بدون فرقة او طقطقة، عيد الميلاد ماله اي طعمه، بس ان شاء الله ما يكونوا مرطبين. انت هو؟ لكان انت اللي بتشعلهم. على فكرة سامي اشطر مني، ها؟ اذا حط عقله براسه وبشعلهم لقولهم سنين مرطبين. يلا بالاذن. خليك. هاي الكيكة بتأدي اثنين، ما راح اتفرج عليكم وانتوا عم تاكلوا. جلال خليك، انا كنت مارق مرق الطريق، عود وهلا بنمشي سوا. خليك انت وانا بمشي. كل عام وانت بخير. بالاذن. حسيت خطيبتك على شيء؟ لا، مرقت على خير. شو بدك مطار؟ ليش رجعتي؟ انت بتعرف ليش رجعت؟ قلت لك قبل ما تسافري انه رح يجي هذا اليوم، ما صدقتيني. ليكو كبيتي كل شيء بيناتنا بالزباله، وكبيتيني انا كمان كرمال طموحك واحلامك. صحيح نسيت اسالك، كيف شغلك؟ ان شاء الله عملتي وحققتي الشيء اللي تركتيني مشانه. ايه عملت. ما عملت شيء. كل شيء حلمت فيه وخططت له ما زبط، خسرت كل شيء. وانت تذكرتيني. انا ما نسيتك لحتى اتذكرك. كل القصة اني فكرت انه في شغلات بالدنيا بتستاهل انه نضحي باغلى شيء عنا مشانها، وكان لازم روح وجرب لحتى اعرف انه ما في شيء بيستاهل. ولبين ما عرفتي، انا قضيت من حياتي شهور وايام بشعة كثير مثل الزفت مستني هاي اللحظة اللي هلا ما له معنى. مالها معنى. ولك انا فتت على المستشفى بسببك، وبعرف انك عرفتي، بس انت ما كلفتي خاطرك ترفعي التليفون لك لا تطمني علي. ما حدا قال لي. انا بوقتها اصلا ما كنت عم بتصل فيك، لانه انا كان بدي اياك انك تنساني. ما كان بدي اياك تتعلق بامل بوقتها هو ما كان موجود. سامي أنا عن جد آسفة. آسفة على كل لحظة بشعة أنت عشتها بسببي. إيه خلص. طالما أنت آسفة خلص، أنا هلا بكبس الزر وبصفر العدادات وبنسى سنتين مرقوا علي مثل السم، وبنرجع خلص ولا كأنه صار شيء. شو عليه؟ أنا بعرف إنه أنت لساتك بتحبني مثل ما أنا بحبك. مين قال لك؟ أنا شفتك. شفتك كيف كنت عم تطلع فيني لما كنت عندك بالبيت. سامي أنا وياك لساتنا منحب بعض مثل الأول، وما رح ننسى قد ما مرق وقت وقد ما بعدنا عن بعض وقد ما عرفنا عالم. بتحبها؟ إيه. إيه شو؟ جاوبني. لك أنت شو مفكر إنه القصص سهلة؟ أنا صار عندي حياة تانية، وفي بني آدمة بتحبني وبتثق فيني، وماني مستعد وجعها مثل ما انت وجعتيني. ما جاوبتني. بتحبها؟ ايه بحبها.